رأيت لو أنك قطعت 100 كيلومتر يعني نفسا واحدا وركوبا واحدا لكان ذلك أثقل عليك من أن لو قطعتها في مراحل. يعني مثلا كنت 30-40 كيلومتر تتوقف، رأيت؟ وعلماء التفسير يقولون إن هذا سر من أسرار تقسيم القرآن إلى سور، فإن إنزال الله عز وجل القرآن سورا عون على حفظه وعون على قراءته، فإن الإنسان كلما أتى على نهاية سورة شعر يعني بأنه قد اكتسب شيئا، قد قطع شوطا. شفت الزمخشري في تفسيره الكشاف له في ذلك كلمة في المقدمة، انظر ماذا يقول. يقول إن القارئ إذا ختم سورة أو بابا من الكتاب ثم أخذ في آخر كان أنشط له وأهز لعطفه. هز العطف دليل على النشوة، على الطرب، بمعنى السعادة. أنت حين تدرس كتابا، شوف ما شاء الله احنا درك مع شيخنا الشيخ عبد الرحمن كيجاور، كلما ختمنا بابا تشعر أنك يعني قطعت شوطا في العلم، تمام؟ ولو كان الكلام مرسلا لما شعرت بهذه النشوة. إذن قال كان أنشط له وأهز لعطفه وأبعث على الدرس والتحصيل منه لو استمر من الكتاب ثم أخذ منه لو استمر على الكتاب بطوله. قال ومثله المسافر إذا علم أنه قطع ميلا أو طوى فرسخا أو انتهى إلى رأس بريد نفس ذلك منه ونشطه للسير.